حسب آخر تقرير الجمعية الأوروبية للخصوبة، فإن مرض تكيس المبايض هو السبب الرئيسي لحالات تأخر الإنجاب. مرض تكيس المبايض منتشر في بلاد شرق البحر الأبيض المتوسط زي بلادنا مصر ودول الخليج العربي ودول الشام. العامل الوراثي ليه دور، زيادة الوزن ولخبطة الهرمونات هما المحفزان الأساسيان لحدوث تكيس المبايض. اللي عندها تكيس في المبايض تشتكي من أعراض مش لازم كلها تكون عندها، بس على الأقل وجود واحد منها يخليها تشك إن عندها تكيس في المبايض، وهي تأخر في الدورة، تأخر في الحمل، زيادة في نمو شعر الدقن وخط منتصف الجسم، ظهور حب الشباب في الوجه وأعلى منطقة الصدر والظهر. تكيس المبايض نسبته 25% على العموم و50% من حالات تأخر الإنجاب، وللأسف عدم تشخيص هذا المرض وعدم علاجه يؤدي إلى تفاقم المشكلة.